السلامة ومرحبا بكم الناس الكل في القناة. مازلنا يا جماعة باش نحكيو على نفس الفيديو اللي هبطو كلاي على انستغرام، لكن المرة هذه باش نحكيو على الكلاش نتاع كلاي الموجه الجهنجون. قبل ما نبداو، كانك أول مرة تسمعني منسيتش تعمل ابوني في الشين وتفعل لك النوتيفيكاسيون باش يوصلك كل فيديو جديد، وبالطبيعة شمع الفيديو. مازلش نكثر في الكلام، خلينا نبداو. كانك تفرجت على الفيديوهات السابقين فراك تعرف انه كلاي هبط فيديو على الانستغرام يوضح فيه برشا حاجات، ولا خلينا نقولوا يكشف برشا خنار كيفاش برشا عباد ما يحبوهوش يكسب لقمة العيش متاعو. تصور معناه يسألك عبد يقولك تنجمش تجيب كلاي خليه يطلع في السينما معاك، يمشي الرابور اللي تم سؤاله يقول لي ما غير ما تجيبو كلاي راهو كذا وكذا. هذوما اخويا كي يطلعوا المحل ويكلمهم معناها بعد ما يكملوا من الحفله، تصير انا رابوريت الكودور لمدير المحل يقول لي عندك شي نومرو فلان ولا الكونتاكت نتاع الرابور الفلاني باش نجيبو. كي يسالني نجيبو رابور اخر نتحدى اي محل كان، قلت له ليه على اي رابور. هما اخويا كي يسالوهم على نومرو كلاي وفيش قام يقول له تجيب في كلاي كلام زايد يهرب لك الجمهور. تعرفوش علاش؟ على خاطر يعرفوا كي نتحطوا الزوز انا ولي عبد مبحاح والجمهور ومقايضها الصاله، وانا ولي يطلع يغني لنا بلاي باك ويقلب على الناس والفيديوهات موجودين. فما العبيد يلي ما يحبوش كلاي يكسب مصدر الرزق نتاعو العظيم جنجون. خليني تو نوريكم البارتيه اللي حكي فيها كلاي على جنجون. فما شبه رابير زاده متبنيها انه زوز زعلانين في تونس. السيد هذا في باله لي انا ضريته كيف كيف يطلع يخدم زاده في محلات كلاي لي. والسيد هذا الفتى المدلل نتاع الكرونيكا الزيت، على خاطر السيد هذا الساومي انا كيف فسروا لي ايش معناها الساومي؟ لحمي قزز. السيد هذا من الجور اللي صاحب طفله يقول لها اعطيني شلابه اقصب لي امي يسب لي بابا نلسح لك شقيك نلسح لك الباب كمان يعطيني كف هكاك هم. هذاك الفتى المدلل وشكون اللي كرزوا منه العبد ولله في بينهم باش يلا. راني الحمد لله المصاعب اللي صايرت لي معاكم في الدومين هذا على ثلاثه حاجات. اول حاجه خاطرني ما نتبع الزعكه كيما معظم لي رابور. اثنين على خاطرني مانيش لحاس صاحبي وكلمتي نقولها. ثلاثة ما لقيتوليش دوسي باش تحاربوني بيه ولا حل الحمد لله. وتو في البارتي الثانية اللي باش تشوفوها تو كلاي باش يكشف حاجات اخرين على جنجون احنا ما نعرفوهمش. اما انتوما انساكم على رجالكم على اش تحبوا انتوما كل ليلة كوكا وسهريات. وفما فيديو تفرجت فيها يا ربي سامحني يا رب، فيها واحد وراه واحد يبوسلو في خديجة والاخر حطت له في فمه الحاج يا ربي يلطف بينا. وثلاثه معروفين على الاخر في تونس انسى في بعضهم بطبيعتهم يكرزوا من. والحمد لله وحاجه تشرفني وراني حكيت برك صح عليكم تحتوا بواحد ولد حلال حكيت برك مراي ما زالت حرب طويله بابا. بالرسمي ملا خونا رضايا. انتم شنو رايكم في اللي عملوا كلاي؟ من رايي انا نقول نورمال على الاخر، واللي يلعب ما ينغرش. هما بداوا باللعب لازمهم يخلصوا بالطبيعه.